نتيجة لدخول فصل الشتاء. نعم. الهرمون ده بيخلينا حالتنا المزاجية متضايقة، الهرمون بيخلينا نشعر طوال وإن إحنا جعانين، الهرمون اللي بيخلينا دائما إحنا كسولين، نحاول ننزوي في حتة ونرقد ونتغطى، نحس دائما إن إحنا عايزين ننوم. الهرمون ده مسؤول عنه السيسوتين، هرمون اسمه كده، فدايما ده بنلقاه متوفر في حاجة جميلة جدا متوفر عندنا كثير، هو الأسود. في الأسود متوفر في الباذنجان. أي الهرمون ده يعني أول ناكل الأسود نحس بالسعادة. أيوه كده مربوط دايما بالحالة المزاجية. نعم. غير طبعا حاجة الإدرينالين والحاجات دي. نعم. بنلقى انه دائما زي ما تفضلتي انه ما بنحس بالعطش كثير. نعم. ده نتيجه لانه بيحصل انخفاض في درجه حراره الجسم. ايوه. ما زي فتره الصيف بيكون الحركه فيه اكثر. نعم. او بالتالي الجو سخن، وبالتالي بيكون في المخرجات بتاعتنا اكثر من عرق وغيره يعني. نعم. وبنشرب مويه برضو اكثر. الشتاء دائما الجسم بيكون محتفظ بالسوائل لانه بالتالي ما في حركه كثيره، بيحصل العكس على طول. وبالتالي ما بنشرب مويه كثيره. فممكن عدم شربنا المويه العاديه نحوله في شكل مشروبات حاره بعد كده. نعم. اللي هي بنعتمد اكثر حاجه على القرفه، على اليانسون. الناس اللي عايزين يخسوا في فتره الشتاء بنقول لهم يبعدوا شويه من القرفه لانها هي من فواتح الشهيه. هي بتفتح الشهيه ولا لكن انا مفتكر كان انه القرفه بتخفض مستوى السكر في الدم، في الدم. لكن بتحسس بالنسبه للناس السكري. ايوه بالنسبه للناس السكر. ايوه نعم. بالنسبه للناس السكر هي فيها انزيم معين فعلا. نعم. بيخفض مستويات الجلوكوز في الدم في الخليه. نعم. نعم. لكن في نفس الوقت مع نظام غذائي تاني طبعا اي 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 اطعمه عندها دائما بيكون عندها شقين او بيكون عندها يعني بتشتغل على حاجات كثيره. نعم. لكن بطريقه معينه يعني. مثلا نجي نعمل دايت ليزول عايز ينزل وزنه. نعم. بنقوم نقول لهم حاول قلل شويه من شرب القرفه واليانسون. او بالقرفه بالتحديد. زول مثلا عايزين نزيل من الوزن بنشربها بطريقه معينه ثانيه. نعم. يعني مثلا بتكون قبل الاكل وبعد الاكل وكده. نعم. ايوه. بالنسبه لليانسون هو في السيفتي في النص يعني. ممكن للناس اللي عايزه تخفض اوزانها وللناس اللي عايزه تزيد اوزانها، لكن هو الاثنين دايما المشروبات المهمه باختلاف الطريقه يعني. باختلاف الطريقه. طيب احنا نتكلم عن الوجبات ونيجي نتكلم عن المشروبات. بالنسبه للوجبات، هل احنا المفروض وجباتنا تختلف في فصل الشتاء عن فصل الصيف، والاختلاف ده بيكون في شكل شنو؟ طيب الاختلاف دائما بيكون في انه نحاول بقدر الامكان نقلل من الكربوهيدرات، قادرين من نغير شويه من طريقتنا في التناول بتاعها. نعم. نقلل منها شديد من النشويات يعني. حاول اقلل من المكرونه، من الرز، من الفطاير، من البيتزا، من الحاجات زي دي. ليه؟ لانه بكون قاعده اكثر، مستقره في البيت اكثر، الليل بيكون اطول. حتى الحاجات دي اذا تناولناها احنا ما بنمنع نهائي، لكن ممكن يكون تناولها بالنهار. أيوة. على اساس احنا في العمل، في الشغل، في المدارس، متحركين في البيت، حتى ست البيت بتكون متحركه في البيت. الخمول او الكسل بيحصل من بعد صلاه العشاء او المغرب او كده، الناس خلاص بتبدا تكسل. ففي الفتره دي بالتحديد اللي هي فتره المساء نحاول ندخل حاجات كالوريز بتاعتها او السعرات الحراريه بتاعتها بتكون اقل شويه، لانه ما في حرق للحاجات. أيوة. دي اللي هي نعتمد على الفواكه، على العصاير من غير سكر. نعم. نعتمد على الخضروات، سلطه الروب مثلا، الزبادي، الحاجات زي دي. حتى إذا شربنا أو أخذنا حاجة حارة، ممكن الفول المدمس، ممكن الطعمية، ممكن الحاجات زي دي بتكون سخنة في نفس الوقت. بتدي دفء للجسم، بتدي يعني قيمة غذائية كويسة. وفي نفس الوقت ما نخاف إنه نسمن منها كتير يعني. نعم. فول أو حبتين طعمية معهم جبنة أو كده أو بيضة. ده ممكن يكون عشاء بدري شوية ووراه كوباية شاي أخضر، لأن أنا ما عايزة تسمن طبعا. نعم. ده كده ممكن يكون جزء بسيط مثلا لفكرة لنظام أو برنامج غذائي في فترة الشتاء. الشاي الأخضر بعد الوجبات بيقلل لنا من السعرات يعني، بيساعد فيه. هو طبعا المفهوم الخطأ عنه إنه هو بينزل الوزن، بيخلي. نعم. الناس وزنها تنزل. لكن المفعول او العمل بتاع الشاي الاخضر انه هو بيحاول لما نشرب بعد الوجبه الدسمه بيخلي الامتصاص بتاع الدهون شويه اقل من الزول المعشرب. لكن هو كوحده كده بينزل الوزن. دي شويه اللي يمكن المفهوم فيها يعني ما نعتمد عليه، لانه كثير بيقول لك احنا ناكل عادي ونشرب شاي اخضر. شاي اخضر لا، هو بس بيقلل نسبه امتصاص الدهون للامعاء الدقيقه يعني. نعم. ما بخلي الدهون تمتص بكميه كبيره من الوجبه. والطريقه اللي انت قلتيها دي برضو انه ناخذ حاجات سعرتها قليله، دي برضو مع زياده الوجبات، لانه الزول بحس بالجوع. أيوة. جاي من الصباح جيعان يعني. فعلا. هي طبعا بيكون في الوجبات الرئيسيه بتاعتنا اللي هي الثلاثه. أيوة. بيكون في سناكس بعد ده خفيف بين الوجبات يعني. نعم.
الوجبات في الشتاء احسن تقسم لست وجبات، ثلاثه رئيسيه وثلاثه كسناكس او وجبات خفيفه ووجبه نص، عشان ما نحس بالجوع اللي احنا بنحس بيه عشان الجوع. والسناكس دي تكون سعرات الحراريه زي ما قلتي انت، فواكه يعني عصير. في حاجه طبعا دائما مرتبطه بالشتاء ومرتبطه بنزلات البرد وكده، اللي هو شوربه الفراخ. بنلقى طوالي اي زول نفسه نازله كده يقول خلاص الليل اعمل لك فرخه صدر كده وتشرب الشوربه بتاعتها مع ليمونه. مع ليمونه. الليمونه طبعا عرفنا فائدتها قبل كده، كان ذكرت في حلقات اخرى انه فيتامين سي الليمون وكده فيه فيتامين سي، وان هو بيقوي الشعب الهوائيه والرئه عامه. بالنسبه للشيك بتاع الفراخ ليه؟ الفراخ سبحان الله منها وفيها فيها ماده هي بيقولوا ان هي ماده الستينين، هي شبيهه بالعقار الكيماوي الكيميائي عفوا اللي هو اسمه الستينين أستيل اللي هو بيستعمل لنزلات البرد. نعم. فربنا سبحانه وتعالى المكونات هو حمض أميني اسمه الستيتين موجود في الفراخ، عشان كده دائما شوربة الفراخ بنلقى غير إن هي بتكون سخنة، طبعا أي مشروب دافئ بيوسع الشعب الهوائية، بيكون طارد للبلغم، زي ما يقول بيفتح نخرينا خلينا نتنفس. أيوة كويس. نتنفس كويس. أيوة. يعني دي حقيقة علمية، يعني حكاية شوربة الفراخ. شوربة الفراخ. نعم. وبالنسبه للمشروبات الثانيه يعني مجابهه لامراض الانفلونزا وغيره المفروض نشرب شنو؟ اللي هي في المقام الاول الزنجبيل او الجنزبيل، وثاني العسل. نعم. العسل طبعا اوريدي فيه مضادات حيويه طبيعيه. نعم. الجنزبيل هو لانه هو فيه ماده طياره، هو طبعا لازع شويه، فالحاجه اللازعه دي هي اللي بتفتح المجاري التنفسيه، تكون طارده للبلغم وكده. لو تلخبط العسل مع الجنزبيل ده مشروب حتى في السنه كان هو عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيستعمل الخلطتين دي، الجنزبيل والعسل واللبن والتمر، دي كان كلها حاجات هي مقويه للمناعه، للجهاز بتاع المناعه. طيب الجنزبيل انت بتفضلي انه يكون في الطريقه، يعني مثلا احنا نغليه ولا نبله يعني، وهل هو مسحون كبودره ولا الجنزبيل اللي ما بيبقى متوفر في شكل النبات ذات نفسه؟ ايوه النبات يعني. الطازج. ايوه الطازه. هو طبعا الافضل بيقول هو الطازه. الطازه، وحتى الطازه ما يكون شكل تقطيع، هو بشر يتبشر مثلا في الكوبايه وتتكب فوق المويه المغليه ويتغطى لحد ما ينقع حبه، بعد كده يتشرب. يعني الطازه يتبشر. يتبشر ايوه. نعم كده فايدته بتكون اكثر، بتكون اعلى من الناشف الباودر المطحون. طيب يا ريهام ما تحبطي له وما تقولي لي الجنزبيل ما بيضعف، الجنزبيل برضه بياخذوه للرجيم، فالحاجه دي في الشتاء ممكن في فايده. ايوه هو فعلا عنده تاثير كبير، بيستعمل في برامج الدايت تخفيف الوزن كثير، هو والجريب فروت برضه. ايوه وهم علميا صح يعني. ايوه دي معلومه صحيحه، بيساعدوا في تخسيس وفي خفض الوزن كثير يعني، اكثر من القرفه، القرفه العكس بتاع اكثر من القرفه. طيب بالنسبة لحكاية الشاي ومعه حاجة في اليوم، شاي وبسكويت طبعا دي بيحتبروها وجبة، كوجبة أساسية. أنت رأيك فيها شنو؟ حتى يعني كثير ما بين الوجبات الثلاثة الأساسية بيكون كوباية الشاي معه بسكويت، الشاي معه كيك، الشاي معه وغيره. دي بقت عندنا إحنا السودانيين حاجة أساسية، بتعد كوجبة. وجبة نافعة ولا وجبة ضارة؟ اللبن لما يضاف له الشاي الأحمر. نعم. دي أنا قريتها كمعلومة، بيخفض شوية من القيمة الغذائية للحليب. نعم. الشاي السادة براهو هو بيعتبر انه هو محارب، فيه مواد بتحارب الكانسرات او السرطانات، او فيه ماده شويه بتخلي النشاط بتاع الخلايا السرطانيه يقل، بس شرابه بيكون بالمعقول. نعم. الحليب منفصل طبعا فوائده كثيره معروفه، بس خلطهم مع بعض في مقوله بتقول انه بيقلل من قيمه الحليب. والشاي الاخضر براهو خير يكون براهو، فايده براهو، واللبن الفايده حقته بتكون براهو احسن. او الشاي السادة برضو الاحمر براهو. ايوه فخلط الحليب مع الشاي هو ممكن، انه دي عاده احنا ما بنقدر نخليها لانه خلاص، لكن بس نحاول بقدر الامكان الحاجه اللي معاه احسن ما تكون مثلا بسكويت او كيك او كذا، ممكن تكون قطعه سناكس صغيره يعني حشوه تكون حاشينا بحاجه مفيده عشان تعتبر في الاخر كوجبه، يعني تتحسب علينا كوجبه. طيب كثره شرب المنبهات، احنا بعض مرات في الشتاء الزول من غير ما يشعر بيشرب الشاي 6 مرات، قهوه مرتين، في كثير من الناس يعني بيدخلوا الحاجه المنبهات كثير جدا في الشتاء، هل هي ضاره ولا بنحتاج لعدد محدد يعني؟ طبعا هو الاعتدال في كل شيء هو بيكون سيد الموقف يعني، فيا ريت لو اعتدلنا في شربنا للمنبهات، لانه المنبهات على طول على طول على طول من الصباح، يعني في ناس الروتين بتاعهم من الصباح بيشربوا كوبايه القهوه حتى يتحرك للشغل، يتحرك للجامعه، يتحرك لكده، فهي ذاتها كونها تخش على المعده، المعده فاضيه وتخش طوال الكافيين، لانه طبعا القهوه فيها كافيين كثير. نعم.
منبه، انا بتنبه لشنو اذا كان انا ما اكلت حاجه اصلا ومعدتي لسه فاضيه، فده السبب الرئيسي في بدايه الام المعده، التهابات المعده، التقرحات، القرحه وكده. ايوه نعم. المويه من غير اي اضافات، المويه في حد ذاتها بتغني عنا العصائر الثانيه، مثلا احنا اخذنا عصائر، اخذنا يعني سوائل متعدده خلال اليوم، وما شربت السبعه اللي بتوصي بها 7 أو 8 كوبايات في اليوم بيور يعني صافيه، هل في مضار من الحاجه دي ولا ممكن بيساووا بعض لو شربتها في شكل عصائر؟ بيساووا بعض اذا قسمناهم، اذا السبعة كوبايات مثلا تحت المويه اتقسمت 4 كوبايات 3 كوبايات عصير 4 كوبايات مويه، لكن دائما بنحاول انه المويه تكون هي الست الموقف تكون هي الاكثر. ايوه يعني المياه الطبيعيه هي سيده الموقف احسن والافضل، لانه هي بتعمل كديتوكس للجسم، يعني بتنقي الجسم اكثر. مفيده للبشره بالنسبه للمراه شرب المويه، كل ما الواحده شربت مويه كثيره كل ما بشرتها بقت نقيه، وكل ما بشرتها بقت صافيه، كل ما ظهر عليها في جلدها في بشرتها في نضارتها، فالافضل شرب المياه اكثر من العصائر. كوبايتين عصير في اليوم مفيده بالنسبه للمراه وعشان بشرتها وعشان العصائر، مفيد جدا الجزر، مفيد البرتقال، دي الحاجات اللي هي فيها فيتامين سي اللي بتظهر على طول فعلا، دي المشروبات اللي فعلا بتظهر على البشره على طول. ايوه يعني تكون عندنا عصائر ويكون عندنا على الاقل على الاقل 4 مرات في اليوم، لانه ناس بتنسى بصراحه يا ريهام شرب المويه خالص في الشتاء. طيب بالنسبه مثلا اسال، لو في واحده من السيدات دايره في البيت دايره تعرف بروجرام كده تعمله في الشتاء، تدخل شنو اكثر؟ عندنا فطور غدا عشاء، تقول لنا روشته سريعه كده. طيب روشته سريعه هي هنستعمل اكثر حاجه هيكون فيتامين سي، هو اللي بتصدر الصداره، هياخد الصداره في الليسته بتاعتنا. ايوه الصباح بدي طبعا ما هنشرب عصير، لكن هنفضل نشرب حاجه دافيه اللي هو ممكن الجنزبيل، ممكن اذا زول بيحب الحاجات العصائر، في ناس المود بتاعهم ما بيزبط له يشرب عصير الصباح او حاجه يعني ما تكون سخنه، ممكن ده يشرب مويه العسل العاديه برضه ممكن، او عصير برتقال او عصير جريب فروت، بس ما يكون تقيل يعني يكون خفيف شويه، عشان لازم احنا بناخذ حاجات الصباح، الوسط دائما بتاع المعده بيكون وسط حمضي فما بزيد الحموضه بتاعته زياده عشان ما اشعر في الاخر بحرقان. نعم. فكوبايه اللبن هي سيفتي جدا الصباح بدري. بالنسبه لواحده عامله ريجيم ممكن يكون من غير سكر، لانه اصلا الحليب فيه سكر منه فيه اكيد. الفطور دائما بنوصي بالفطور البدري، يعني 9:30 10 الناس تكون فطرت. دي حاجه مهمه جدا، لانه كل الناس بقت شغاله او كل الناس بقت كده، فالفطور ده عندهم الساعه 1 نوصله وكده. نعم. دائما الزول اللي عايز ينزل وزنه يحاول بقدر الامكان يفطر صباح بدري. حتى اللي ما عايز ينزل وزنه الفطور بدري بيخليه دائما ذهنيا مستعد. مستعد نعم، في طاقة. كنشاط مستعد للعمل، كذهنيا كطالب بيكون مستعد. الفطور بدري اللي عايزه تعمل برنامج بتاع الدايت، الفطور البدري برضه مهم، لانه دائما معدلات الحرق بتاع السعرات الحراريه، الجهاز الهضمي، معدلات الحرق بتكون تصل اعلى مستوياتها في الفتره ما بين 6 صباحا لحد 9:30. نعم. دي معلومه مهمه جدا. ده بالنسبه لفطور الغداء والعشاء سريع كده. الغداء والعشاء بيكون شوربات خضروات لازم، بعد الغداء لازم يكون في نوع من الفاكهه بعديها بساعتين. ايوه. العشاء لازم يكون عشاء برضه بدري، عشان ما حتى للناس اللي ما بتعمل ريجيم بدري دي بتاني يعني قبل المغرب 9:30. 9:30 اقصى حاجه او 9. ايوه. حتى للناس اللي ما عايزه تعمل برنامج ريجيم بالنسبه لهم كويس، عشان التخمه والحرقان والحاجات زي. ايوه عشان الهضم يعني اكيد، يعني بعد 9:30 ما ناكل حاجه. الهضم زي ما كان الصباح معدلات الحرق والهضم اسرع بالنسب. نعم. برضه بيحصل لها خمول، لانه الجسم خلاص سبحان الله بيستعد انه يسترخي عشان مرحله النوم. والوجبات اللي بتدي السعاده وبتقلل من الاكتئاب تحتوي على شنو؟ قلنا الاسود نمره 1. نمره 1. نعم. بعض مرات بيقول انه النشويات والسكريات برضه بتدي سعاده، بتدي سعاده وقتيه يعني. زي أيوة. المشروبات الغازيه، الزول بيقول لك والله عايز اهضم، صح، بيشربها بيحس براحه مده 10 دقائق ربع ساعه، بعد شويه بيبقى في تجشؤ وكده. الناس بتخيل التجشؤ ده هو كده خلاص. ايوه صح. بس لا، التجشؤ ده عباره انه انا اذيت الجهاز الهضم شويه، خففت من الحمض اللي بيشتغلي على الوجبات يعني. الحماض بتاعت الحمض يعني معلومه خاطئه تماما حكايه انه بدا يهدم دي. اكيد اكيد. طيب كانت معلومات مهمه جدا يا دكتوره ريهام، واكيد هنستضيفك في فقرات ثانيه عشان نستفيد منك اكثر في مجال التغذيه والتغذيه العلاجيه. مشاهدي قوس قزح كان موضوع الليلة الاستعداد للشتاء غذائيا في فقرة بالهنا، فقراتنا لسه مستمرة، خليكم معنا بعد الفاصل.